أهلا بكم على خط المواجهة وتطورات المواجهات على الأراضي الفلسطينية المحتلة. شق، وبين ذلك أو وأمام ذلك هو رفض فكرة التوطين، استبدال الأوطان، النزوح إلى مصر، مسارات الحلول وملامح الدور المصري. سؤال، ومن بجانبنا أطراف دولية فاعلة؟ بجانبنا مش بالضرورة يعني جيراننا، أطراف دولية قادرة على أنها تساعدنا في فعل. معانا طبعا داخل الاستوديو منورانا ومشرفانا الباحثة والكاتبة الصحفية والمتخصصة في الشؤون الإقليمية والدولية الأستاذة هند الضوي، منورانا. تسلم، ميرسي جدا. عاملة إيه؟ كله كويس؟ الحمد لله. أنا مش هبدأ أي أسئلة، انت هتقولي لي. الاول هبدا بتقييم وضع راهن، اطراف دوليه ومساله النزوح واستبدال الاوطان، دي مساله مؤلمه. هو مبدئيا انا لازم اشرح الابعاد اللي دفعت لتفجير الازمه في قطاع غزه. حلو. في ابعاد دوليه، دي مهمه، في ابعاد اقليميه، في ابعاد عقائديه، ودي نقطة في غاية الأهمية. الأبعاد الدولية تتعلق بإيه؟ بأن الولايات المتحدة الأمريكية بعد انسداد أفق الحرب في أوكرانيا وعدم رغبتها في التصعيد أكثر من ذلك خوفا من استخدام بوتين للنووي، قررت أن ترتد مرة أخرى إلى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. ولماذا تمت الحرب الأوكرانية وتوريد بوتين في هذه الحرب؟ لشد أطرافه على حدوده ليتم الانقضاض على مناطق النفوذ اللي حققها بوتين انطلاقا منذ عام 2015 من سوريا، ليبيا وباقي الدول الإفريقية اللي تمددت فيها روسيا. يبقى احنا ده البعد الدولي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. اللي فجر الأزمة سريعا يعني نقطتين. النقطة الأولى إن إسرائيل عمليا على الأرض بدأت تغير ملامح القدس بشكل كامل. إيه دوافعها لده؟ إسرائيل في المرحلة الحالية بيحكمها دواعش اليهود، وهم مسيطرين بشكل كامل على نتنياهو ومعتقدين في فكرة المخلص. فكرة المخلص تتطلب منهم هدم المسجد الأقصى وتهجير الفلسطينيين وإعلان إسرائيل الكبرى وإقامة الهيكل قبل عام 2025. هذه نقطة مفصلية قبل 2025 يعني بكرة. وبالمناسبة من الطقوس هي البقرات الحمر، وهم من 6 شهور جابوا البقرات الحمر وكانوا عاملين لها احتفال ورعاية خاصة لذبحها قبل إقامة الهيكل. دي النقطة اللي خلت حماس وصلت لمرحلة ليس لديها ما تخسره على الأرض. النقطة الأخرى اللي هي أطراف دعمت حماس للتحرك، الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من شهر تعبت في سوريا. لماذا؟ لإغلاق الطريق الحدودي ما بين العراق وسوريا. إيران بتدعم كل جماعتها وأطرافها في منطقة الشرق الأوسط، سواء كانوا في سوريا أو في لبنان حزب الله أو في غزة الفصائل في جهاد وحماس، من خلال الحدود السورية العراقية البوكمال. الولايات المتحدة الأمريكية فجرت صراع في هذه المنطقة ما بين الأكراد والقبائل العربية، وأعلنت بشكل واضح لا لبس فيه أنها ستغلق الحدود. تغلق الحدود يعني هي قتلت إيران في انكفائها الداخلي، وتستطيع بسهولة القضاء على أدراعها المتبقية اللي هي إيران بتتحرك بيهم في منطقة الشرق الأوسط لأسباب تتعلق طبعا بمشروعها اللي هو الهلال الشيعي. فمن هنا خلاص أدركت إيران أن الضربة قادمة ولا محالة. ولذلك كان في سابقة من نوعها أن إيران أثناء الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة لأول مرة في تاريخها تطلب بشكل رسمي من خلال حسين عبد اللهيان وزير خارجيتها أن تقابل الولايات المتحدة الأمريكية، يلتقي وزير الخارجية هنا وهناك، والولايات المتحدة الأمريكية هي من رفضت ذلك. يبقى أنا كده شرحت لك البعد الأمريكي، بعد إسرائيل، البعد الإقليمي المتعلق بإيران والمحور. قبل ما اخرج الحته بتاعت البعد الاقليمي المتعلق بايران والعلاقات ما بين طهران وما بين واشنطن، طب ما هو في مباحثات دلوقتي ما بين ايران وما بين ما بين الولايات المتحده الامريكيه، وفي حديث على الافراج عن اموال كانت مجمده وستة مليون. انا كتبتها هبعتها لك. الاتفاق ما بين ايران والولايات المتحده الامريكيه على تبادل الاسرى بالاموال المجمده يشبه رعايه امريكا للاتفاق الايطالي. امريكا لما بتيجي تعمل اتفاق اعرف ان في حاجه جايه. هي حاولت ان تغري ايران بانه يمكن ان يكون هناك مكتسبات لو رفعت يدك عن باقي المحور
أثناء المعركة القادمة. هذه نقطة مهمة. ما الذي سيحدث؟ طبعا هي حماس قامت بعملية كبيرة ولكن هل قادرة على الاستمرار؟ أنا أعتقد أن تدخل حزب الله في المرحلة الحالية من حين لآخر حتى الآن هو لم يعني يكسر أو يكسر قواعد الاشتباك، هو ضربة تبادل صفعات، ضربة أمام ضربة، ولكن هو يرسل رسائل نارية بأنه إذا تم اجتياح بري، وهذا أعلنه عدد كبير من الحزب، أنه إذا تم اجتياح بري لحماس وشعروا بأن حماس غير قادرة على صد هذا الاجتياح سيتدخل جبهة حزب الله. هذا ما تريد الولايات المتحدة الأمريكية. الخطأ الاستراتيجي اللي وقعت في إيران، وأنا يعني على دايما عندي تواصل مع كل الأطراف بحكم أننا صحفية، أن تقييم إيران للمشهد كان خاطئ، ربما باتفاق مع الروس، الروس أقنعوا الإيرانيين أو باتفاق، كان هناك اتفاق حتى أثناء زيارة الوفد حماس للقاهرة الأخير، وكان هناك لقاء يعني بيني وبينهم، سألتهم أن هناك اتفاق ما بين روسيا وما بين إيران أن هذا هو الوقت المناسب لإخراج الولايات المتحدة الأمريكية من المنطقة، لأنها مشغولة بالحرب في أوكرانيا وتستعد لعملية أخرى مع تايوان. فالتقييم ده كان خاطئ، لأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تتحين الفرصة للعودة إلى منطقة الشرق الأوسط للقضاء على محور إيران بشكل كامل، لارتداد هذه الحرب على منطقة الخليج، لمعاقبة كل الدول التي وقفت في مربع الحياد الإيجابي في الأزمة الأوكرانية، لرسم النفوذ مرة أخرى على أن تصبح منطقة الشرق الأوسط بأكملها باستثناء مصر، لأن لها دور تاني ما بين إسرائيل الكبرى وما بين المستعمر القديم الذي ينفذ أجندة كاسينجر، الذي قال في عام 2011 أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تحافظ على مقعدها يعني في حكم العالم القطبية الواحدة إلا باحتلال مناطق النفط في منطقة الشرق الأوسط. وعلي باختصار إرسال جيرالد 4 ده أول الغايب. كان هناك إرسال لعدد كبير من أو تعزيز للترسانة الأمريكية لم يركز عليها الإعلام منذ أكثر من 3 أشهر في سوريا، في شمال سوريا وفي الخليج العربي، وهذا كان واضح بشكل كبير، وهنا كان هناك تحركات أمريكية يعني غير معتادة بهذا الشكل في بعض القواعد العسكرية في منطقة الشرق الأوسط. الولايات المتحدة الأمريكية سارعت في دعم إسرائيل وأرسلت هذا السلاح وحاملة الطائرات، وهناك أخرى في الطريق والذخيرة. هذا يؤكد أن الأمر مرتب، لا يعني وجود للمفاجأة فيما وقع في منطقة الشرق الأوسط، وكان متوقع أن يحدث منذ أكثر من شهرين، ربما هناك ترتيبات أخرى، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية حاليا تحاول تفجير منطقة الشرق الأوسط وحتى في دول إفريقيا لإعادة رسم النفوذ، مستغلة أن روسيا منشغلة في أمرها، الصين قناعتهم لن يدافعوا عن أحد في أي منطقة في العالم. ولكن هناك نقطة هامة، أن الخطأ الاستراتيجي هو أن إيران كانت تعتقد بأن فتح جبهة أوكرانيا سيعرقل الولايات المتحدة الأمريكية عن إقامة حرب في منطقة الشرق الأوسط، ولذلك تشعر بعد التصعيد الأول في 7 أكتوبر من حماس أن كان هناك تراجع مرحلي لتدارك أن العالم مجهز لهذه الحرب. يعني أنا شعرت بالصدمة من إيران ومن حزب الله، يعني كان مفاجئ رد الفعل الأمريكي، لأن أنا في قناعتي أن أمريكا كانت مستعدة وجاهزة لهذا الموقف. طيب يبقى قلت لي بقى، إذن هرجع لك على مسألة ومصر. مصر طبعا هو في برضو في قناعات، انت دلوقتي مصر بتواجه تحديين او قوتين، اسرائيل لوحدها وفكرة اسرائيل الكبرى، والغرب الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا تحديدا. اسرائيل هي عندها حلم من النيل للفرات، اولا تبدأ باسرائيل الكبرى اللي هي هتبقى كل الاراضي الفلسطينية من قطاع غزة للاراضي المحتلة للقدس، ده بيتطلب منها مرحلة أولى تهجير قطاع غزة، سكان قطاع غزة إلى وطن بديل في سيناء، وتهجير سكان الضفة إلى الأردن تحديدا في منطقة البتراء على ما أتذكر يعني، والتوسع في جنوب لبنان، والتوسع فيما بعد إلى الجولان بعد الحرب الشاملة اللي هتحدث في منطقة الشرق الأوسط، وهي ستكون فيها خسائر كبيرة. شاملة؟ لأن يعني للأسف الحرب على محور إيران في استراتيجية لإيران، هتبدأ الحرب ما بين حزب الله وما بين من سوريا ومن حزب الله ومن حماس مع إسرائيل. هتدخل الولايات المتحدة الأمريكية بثقلها في سوريا وفي حزب الله أن تتولاهم على أساس أن إسرائيل تتولى وحدها حماس. إيران بقى هتشعر في الوقت ده أن الخطر يهددها طبعا. هتبدأ تحرك الحوثي،
ليه بقى؟ لأن إيران لو ضربت إسرائيل مباشر، هي تعلم أن الحرب الشاملة طالت أم قصرت سيتنتهي إيران بكل أدراعها. أنت تحارب القوى العظمى مجتمعة، روسيا لن تأتي لمحاربة أمريكا من أجل إيران، ولن تدير الصين ظهرها أو وجهها للشرق، قد تستغل هذه الفرصة للانقضاض على تايوان، وهذه نقطة مهمة. معروف أن الصين لا تتدخل في أي نزاع عسكري على مستوى العالم حتى ولو كان يضر بحلفائها وشركائها الاستراتيجيين، هي أنا بعيدة عن أي نزاعات عسكرية. وروسي مستفيد. لماذا؟ حين يتم تخييرك أنت كمصري ما بين مجالك الحيوي ولا نفوذك، تختار إيه؟ مجال الحيوي. هو ده اللي هتعمله روسيا، هتنهي وتحسم أوكرانيا بشكل كبير، لأنها تعلم القادم بشكل يعني مش هتتفاجئ. و يعني في هذه النقطة هي أمريكا بتلعب على فكرة تغيير نظام الحكم في سوريا، لأن التواجد الروسي في سوريا بناء على طلب رسمي من بشار الأسد والحكومة الشرعية. انتزعت انت الشرعية من مكانها وبعد ما نتفق بقى في سوريا على رئيس جديد وشوف مين هيتفق، الخليجيين هيتفقوا مع الإيرانيين، خلاص دخلت في فوضى. كل اللي هيقدر ياخد قطعة ياخدها، يعني التركي هيدخل، الكردي هيدخل، الأردني ممكن يتوسع لحماية حدوده خاصة أنه مهدد بشكل كبير. هو ده ما تحاول أمريكا فعله. أنا أعتقد أن الروس يعني الروسي والصيني مستفيدين، ومش محدش هيجي يحارب بدالك. النقطة المفصلية حاليا اللي مفروض نعمل عليها كلنا لو عايزين إن يعني نقطر الحرب، نقلل الخسائر، نحيد، أن يكون في تواصل مباشر على مستوى الزعماء ما بين مصر وما بين السعودية وما بين إيران لتلجيم الحوثي، وأن تكون الدول العربية بعيدة كل البعد عن التحركات الأمريكية. الكل يعلم النوايا الأمريكية بالمناسبة ليست مفاجئة، والكل يخشى نتائج هذه الحرب، ولكن إيران غير مضمونة. في وقت ما لو ضربت إسرائيل مباشرة هيقضى عليها، فبالتالي هي عايزة تفاوض، هي مش عايزة حرب شاملة، وده رأي حزب الله. حرب تفاوض يعني أنا أضغط على حلفائك المقربين لأزمة، لإحداث أزمة نفط، أزمة اقتصاد، فبالتالي نجلس للتفاوض، وقد يكون ده في مرحلة متأخرة. يعني الأمريكان فعلا في وقت سابق جدا قالوا بمنتهى الوضوح في منتصف الأزمة الروسية الأوكرانية أو الحرب الروسية الأوكرانية، قالوا أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تقوم بعقاب كل من لم يقف بجانبنا. يعني أمريكا تشبه البلطجي اللي مش هتقدر تقنعه بالعقل تقنعه بالعضلات. دي نقطة مهمة، وهي بتلعب على أن هي نشرت فتنة ما بين الدول العربية الكبرى وغزتها، وفي أطراف ساعت لده. تقدر تحجم الولايات المتحدة الأمريكية بطرق كتيرة، ما احنا قدرنا نحجمها في 73. يعني ده نقطة، ولكن يتوقف على التوافق التام ما بين مصر والسعودية، وان انت تكسب إيران في المرحلة دي، لأن اللي هيخلط الأوراق الحوثي، دي فرصتك النهائية. لأن بعد كده انت كمصر حتى لو قدرنا نعمل كل حاجة، قدرنا نحمي الحدود، قدرنا ما ندخلش سكان قطاع غزة الى اراضي سيناء، انت هتبقى في منطقة فيها اسرائيل وميليشيات ما بين طائفية وما بين عرقية وما بين قبائل عربية حواليك من كل الاتجاهات، غير ان الامريكي بقى في شرق المتوسط، ودي نقطة مهمة، ودي مشكلة، مشكلة ومصيبة. طب انا استأذنك هطلع فاصل وارجع بعد الفاصل، هفهم، عايز افهم منك اكتر مسألة استبدال التراب الوطني اللي البعض بيحاول ان هو. انا هقول لك نقطه بس قبل ما ننساها، ان من اهم اسباب احتلال منطقه الشرق الاوسط استعمار تقليدي اللي قالها كاسنجر. لينس جرهام السناتور الامريكي اتكلم من فتره، قال لنا، قال للامريكان احنا مش هنروح نحارب الصين، احنا نحتل نسيطر على مناطق النفط في الشرق الاوسط، الصين بتاخد 65% من النفط من ايران والسعوديه، نمنعه فبالتالي ايران الصين هتسقط داخليا اقتصاديا. الموضوع أكبر من تصورات أغلبنا. خلونا نروح للفاصل ونرجع مرة تانية مع الكاتبة والباحثة المتخصصة في الشؤون أو القضايا الإقليمية والعربية الأستاذة هند الضاوي، لو سمحتوا استنونا. طيب أهلا بكم، المناقشة كانت ثرية جدا بصراحة في الفصل، وكل الترحيب بضيفتنا العزيزة الكاتبة والباحثة المتخصصة في الشؤون العربية والدولية الأستاذة هند الضاوي. وهرجع على أدي المجة وكده سهلة دي. طيب وهرجع هنا على مسألة مهمة جدا، مسألة استبدالات التراب الوطني اللي أنا ما بفهمهاش.
ومسألة إنه طيب ما هو أهالينا الفلسطينيين يجوا يقعدوا معانا في، يعني دي كلها تصورات إخوانية لكن على ما يبدو أن هناك دفعا قائما على ذلك. تصريحات بلينكن الحقيقة أنا أشوفها كارثية. ما هي أمريكا نفس فكرة قيامها، فكرة قيام إسرائيل، ناس ما تعرفش جم منين، دخلوا بلد أخدوها، عملوا معاهدة سلام مع السكان الأصليين، ده قتلوا وبعدين سموهم وقتلوهم وقضوا عليهم. فبالتالي فكرة إنك تقنع الأمريكي يعني إيه تراب الوطن، هو أصلا جاي من الشتات حوالين العالم زيه زي الإسرائيلي. وبالمناسبة في بعض العقائد تحديدا عند اليهود دينيا هو مش مفروض يعمل معاك أنت من خارج دينه اتفاق ويلتزم بيه، ودي نقطة مفصلية. فأمريكا عندها مخطط، أمريكا هنوصل لمرحلة الحرب العالمية الثالثة، وأنا بقولها هتتم على مراحل مراحل، يعني مش حرب واحدة. مش الناس زي ما هي متوقعة إن هي حرب ما بين الصين وأمريكا والكوكب هيقفل، لا، هي هتبقى أجزاء كتير. الفيصل الحرب النهائية اللي في ناس مش بتصدقها اللي هي هيرماجدون الحرب الكبرى، بعد، لا، دي آخر فصل في الحرب. بعد ما تكون القوى الكبرى قضت على بعضها، هيفضل حرب المصريين واليهود والروم في هيرماجدون أو مدينة يعني جبل مجدون في فلسطين. فهو عاجلا أم آجلا لازم يقضي عليك قبل ما يوصل للمرحلة دي. ليه برضو؟ لأنه قناعته أن الحرب العالمية الثالثة بدأت من 2022، الآخر مرحلة فيها اللي أنا بحكي لك عليها دي 2027، ولذلك أسوأ مرحلة هتمر على منطقة الشرق الأوسط هتكون من 2023 ل 2025، مش في صالحنا خالص، لا عرب ولا بشكل خاص ولا مسلمين بشكل عام. من 25 ل 27 بتاعتنا، بتاعت المصريين، ودي نقطة نقطة. لأن هيحصل تطورات فهتوصل المرحلة أنك هتحارب إسرائيل، ولازم تستعد لده. قادمة لا ريب فيها، لا شك، لا شك إطلاقا. أنت في النهاية أنت بتخش في صراعات جانبية ملهاش أي لازمة، إحنا أحسن دولة وإحنا أفضل دولة وإحنا أم الدنيا وإحنا كلام من ده، بس في النهاية الدنيا هتخرب ومفيش حد غيرك مهيئ للعملية دي. ده تاريخيا بقى احنا بيحصل ده كل مرحله، يعني احنا في مراحل فاصله كده في التاريخ. فانت بتتهيأ ازاي؟ يعني شعبيا، ودي نقطه مهمه، لانه في عز الحرب هيشتغل عليك من جوه، هيشتغل عليك من الحدود بشكل كبير، هو لازم يدوشك، لازم يحاول يفككك. امريكا عندها استراتيجيه من بعد الحروب اللي هي زي العراق وغيرها، امريكا مش هتحارب دوله قويه، مستحيل. دوله حتى لحد امبارح هي بتقول لك مفيش عندي دليل ان ايران اللي حركت حماس، وهي متاكده. لا، مستحيل. هي هتعمل ايه؟ تضعفك، تشد اطرافك، تنتهكك، تفككك من الداخل، مؤسساتك تنهار، تسلط عليك بقى ميليشيات، جماعات، تحرك الشارع عليك، عشان لما تيجي مرحله اللي هي هتحاربك هتنقض عليك تكون انت اصلا ما فيكش، يعني عندكش قدره تقف، فتتك من الداخل. هي دي. فهي امريكا مش عايزه تحارب مصر، رغم برضو ان في بعض، يعني في حاجات تاريخيه كتير او حاجات دينيه او روايات دينيه لازم نرجع لها في التوقيت ده لانها مهمه جدا. فكره ان العالم ينتظر المخلص، ايران تحركاتها حاليا في الشام هي منتظره المخلص بتاعها، نتنياهو قلبا وقالبا اذا ركزت في تصريحاتهم هم منتظرين المخلص. معظم مشاريعهم بتقف عندك انت بقى، انت المصري اللي هتعمل مشاكل، ما انت صاحب الهرم، سر الاسرى قدس الاقداس، فانت الصخره التي تتحطم عليها احلام الغزاة. احلام الغزاة. طيب، يمكن احنا لازم نتقابل تاني الاسبوع الجاي ان شاء الله لو كلنا العمر، لان لسه الكلام ما خلصش، وانا مهم عندي جدا ان انا افهم طيب التحركات بتاعتنا او احنا سيناريوهاتنا تبقى عامله ازاي. مصر ده نقطه، النقطه الثانيه احنا بنتكلم على العواصم العربيه الكبرى، هنعمل ايه؟ هنشتغل مع بعض ولا هنفضل طول الوقت في حاله الشرذمه والتفتت؟ يعني لو ما بقاش بقى تفتت ايديولوجي، بقينا كمان منقسمين على خطواتنا القادمه فيما هو متعلق بمصالحنا الذاتيه وكمان مصالح المنطقه، وده شيء مؤلم جدا. الاهم حاليا ونقطه هامه، فكره ان الشعب المصري ما ينسقش وراء الاستفزازات الاعلاميه الاسرائيليه، ويتعظ من هذا الامر، ويكون دايما البيانات الرسمية وتحديدا بيانات القوات المسلحة هي الأساس ولا مجال للنقاش. دي نقطة هامة. لو تابعت كل المحللين والإعلاميين الإسرائيليين الناطقين بالعربية منذ بدء الحرب تركين غزة وبيشتغلوا على مصر، فلازم ننتبه للنقطة دي ولا نمارس الضغط الشعبي على القيادة السياسية حتى تستطيع الدولة التحرك بأريحية.
هذه نقطة مفصلية لابد أن يتكلم عنها الإعلام المصري، عدم الانسياق وراء الاستفزازات، لأن آلية الإعلام الإسرائيلية تعمل على قدم وساق ضد المصريين أكثر من فلسطين طبعا. لأنها تخشى من ردة فعل الشعب المصري والدولة المصرية. يا مسهل الحال، أنا عايز أشكرك جدا 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 على تلبية دعوتنا النهاردة وعلى هذا العرض الرائع الحقيقة والتحليل المهم جدا للمرحلة الراهنة ومحتملات لسيناريوهات مقبلة. لكن للأسف وقت الحلقة فعلا خلص للأسف الشديد. كريم رمزي يكون داخل معاكم كمان شوية، أما احنا لو كلنا العمر فهنقابلكم إن شاء الله في نفس الميعاد الأسبوع اللي جاي، يعني على يوم السبت، وبرنامجكم التاسعة. سلامات.